بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. حلقة جديدة من كرتنا عامرة بالعديد من المحاور المحلية والعربية والأفريقية وكذلك العالمية. في بداية الحلقة دعوني أرحب بضيوفي داخل الأستوديو، كابتن مدثر فتح الرحمن. مرحبا كابتن. مرحبا بك أخ عادل، ومرحبا بالسادة المشاهدين عبر برنامج كورتنا. كما أرحب بضيفي الآخر داخل الأستوديو، كابتن الرشيد حاتم. مرحبا كابتن. مرحبا بك أخ عادل، ومرحبا بالسادة المشاهدين. دعونا في بداية الحلقة ومع المخرج ننطلق بالعناوين. نرحب بكم مرة أخرى المشاهدون الكرام، كما أرحب بضيوفي داخل الأستوديو، وننطلق بالمحور المحلي. كابتن مدثر فتح الرحمن، المدرب العام للمنتخب الوطني، الكابتن خالد بخيت صرح بخصوص البطولة الجديدة كأس العرب أن هذه البطولة تعتبر إعدادا مثاليا للمنتخب الوطني قبل الخوض في نهاية كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون. نعم صحيح، فرصة كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني في أنه يحقق إعداد جيد، وطالما أن البطولة محترف بها من الفيفا فدي قيمة إضافية أخرى. كمان المنتخب حيواجه في البطولة مدرستين عريقات، المدرسة الجزائرية والمدرسة المصرية لو يدخل إن شاء الله طبعا، بالإضافة إلى أنه مسبقا حيكون لعب مع المنتخب الليبي. نعم. بالإضافة إلى الفائز من لبنان وجيبوتي، والأغرب هو لبنان، ثلاثة مدارس مختلفة جدا عن كورتنا وبتقدم لنا الإضافة الكبيرة في بطولة الأمم في النهائيات إن شاء الله. نعم كابتن الرشيد حاتم، ربما يعتبر البعض أن مواجهة المنتخب الليبي مواجهة سهلة، والمنتخب الليبي منتخب جريح خرج من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، هذه المباراة ستكون مباراة صعبة للمنتخب. نعم بالتأكيد حتكون مباراة صعبة، لأن المنتخب الليبي خرج من البطولة الأفريقية ولم يتأهل، فحيكون صعب كل تركيزه على البطولة العربية، فحتكون مواجهة صعبة للمنتخب السوداني. نعم، أجريت القرعة كابتن مدثر وقسمت إلى أربع مجموعات كما تابعنا، ولكن نركز على انطلاقة البطولة في 30 نوفمبر القادم مع المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري مع العراق، مع الفائز من مواجهة عمان والصومال والفائز من مواجهة البحرين والكويت ستنطلق البطولة إذن ضربة البداية في 30 من نوفمبر. نعم قوية جدا، انت تتكلم عن المنتخب القطري بالإضافة إلى المنتخب العراقي، واحد من الفرق الكبيرة جدا في القارة الآسيوية، بالإضافة إلى وجود عمان والفائز من البحرين والكويت. البحرين بطل آخر بطولة خليجي، بطولة خليجية، بالإضافة إلى المنتخب الكويتي صاحب التاريخ الكبير جدا في البطولة الخليجية والآسيوية، فمجموعة صعبة جدا والتنافس كبير، وكل المجموعات فيها أسماء كبيرة جدا، لأنه نحن مسبقا تكلمنا عن أنه تواجد عرب أفريقي بالإضافة إلى عرب القارة الآسيوية في بطولة واحدة يكون تنافس رهيب وكبير جدا وبطولة ممتعة جدا للمشاهدين. نعم كما صرح الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني كابتن الرشيد أن هذه البطولة إذا ما تمكن المنتخب السوداني من تخطي المنتخب الليبي والصعود إلى هذه البطولة الكبرى مقابلة فرق كبيرة مثل الجزائر ومصر سيكون إعداد مثالي جدا قبل نهائيات بطولة أمم أفريقيا بالكامل. نعم هتكون مواجهات جيدة جدا للإعداد، بغض النظر عن أنه الفارق الزمني بيناتهم كويس جدا عشان يجعل الترتيب للبطولة ذاته جيد. نعم إذن نطوي هذا المحور المحلي معكما وننتقل إلى محور عربي، دوري أبطال آسيا. اليوم مباراة من العيار الثقيل، كلاكيت ثاني مرة كابتن مدثر بين السد والنصر. نتابع مع مخرج الحلقة تقرير بعد قليل، ليس ما يكون تقرير جاهز. النصر يواجه السد بفرصة الفوز، نقول فرصة الفوز لأن النصر خسر تقريبا من الوحدات مرتين، الفريق الذي تزيل المجموعة ووضع نفسه
في محك ضيق اليوم. نعم صحيح، النصر أخذت نفسه في مباراة في المباراة إنه تكون مباراة في اتجاه واحد، هي الفوز فقط في مباراة اليوم حتى يضمن التأهل رسميا وما ينتظر نتائج غيره، فكان بالإمكان أفضل مما كان، كان ممكن يفوز على الوحدات الأردنية، الفوارق كبيرة جدا بينه وبين الوحدات، لكن مشكلة النصر المستمرة في الموسم الحالي المشكلة في إنه دائما مباراة الفريق الفرق الكبرى بتكون في دافعية كبيرة، زي مباراة السد الأولى الفاز فيها 3-1، مبارياته مع الهلال في الدوري وفي كأس السوبر، دائما المباريات الكبيرة كان لعبته جاهزين ومركزين فيها، جاهزين نفسيا ومركزين، على عكس المباريات الصغيرة في الدوري وفي دوري أبطال آسيا، فالفريق مواجهة بمواجهة تحدد مصيره في البطولة الآسيوية، والتوقعات انه يقدم اداء كبير بغض النظر عن النتائج، استاد فريق كبير لا يمكن الاستهانه به باي حال من الاحوال. اذا كابتن مدسر تفاصيل هذه المباراه مع مخرجنا نتابع التقرير القادم بصوت الزميل احمد سالم، ثم نعود اليكم مره اخرى، كونوا معنا. مرحبا بكم مره اخرى وشكرا للزميل احمد سالم في التقرير الماضي. كابتن الرشيد، النصر طريق واحد يعني خيار واحد. نعم نعم، ما عنده غير الفوز. نعم، اما السد فهو بيدخل بفرصتين، التعادل او الفوز. نعم، فالنصر حيلعب مباراه عالميه ومباراه كبيره على الفوز فقط. نعم نعم كابتن مدسر، كما ذكرت قبل قليل النصر فاز على السد في مباراة الذهاب بثلاثية، ويحتاج إلى تكرار الفوز للصعود على قمة المجموعة وضمان التأهل دون الدخول في حسابات المركز الأحسن ثلاثة مراكز، لأن الحسابات قد تكون معقدة هنا فيها. نعم، هو حتى الصعود بالتعادل جماهير النصر ما حتتقبل بشكل كبير بعد الأداء السيء أمام الوحدات، التوجه العام إنه مطلب جماهير النصر الفوز على السد للتأهل كأول للمجموعة لإرضاء الجماهير نفسها، فزي ما قلت الفريق دائما في المباريات الكبيرة يكون جاهز نفسيا وبدنيا للمباراة ويحقق نتائج جيدة جدا، على عكس مبارياته مع الفرق الصغيرة اللي دائما في البطولات بطولات النفس الطويل وبطولات النقطية، يقول لك إنه الفوز في المباريات السهلة هي اللي بتجلب لك البطولات، حتى لو خسرت من منافسك. أنت تتكلم عن إنه في فرق، مثلاً برشلونة حالياً يلعب على منافسة يتهزم من ريال مدريد ومن أتلتيكو، لكن ممكن يتصدر. ليه؟ لأنه حقق نتائج جيدة ضد الفرق الثانية. فأنت ألعب على إمكاناتك، الفوز على الوحدة كان كافي جداً لتأهل النصر من دون الوضع في الحسبان في مباراة الليلة، فوز على الوحدات، لكن الفريق خدت نفسه في النفق الضيق ده وعوضنا النصر دائما انه يرجع من الباب الكبير في كل مبارياته. اذا نتمنى ان يعود النصر ليسعد العشاق والمحبين في هذه المباراه الكبيره ضد الصد القطري، وفي جانب اخر ايضا نعود لمباراه الهلال السعودي واجمك. استطاع الهلال السعودي ان يعيد التوازن، ينتصر بثلاثيه اسعدت العشاق. نعم، حقق فوز كبير وقدم أداء كبير جدا، وصل للثلاثة نقاط وحقق 3 أهداف، لكن لا زال شبح المواجهة المباشرة مع استغلول تطارد الهلال. شاهدنا استغلول يسجل في الدقيقة الأخيرة في مباراة الأهلي الإمارات ويرجع تصدر المجموعة بسبب فارق الهدف في المواجهات المباشرة مع الهلال. فده دائما الكلام اللي بنتكلمه إنه الحرص على الفوارق البسيطة في مباريات المجموعات المواجهات المباشرة بتكون مؤثر جدا، لكن لا زال الهلال قادر جدا إنه يفوز في مباراته الأخيرة على شباب الأهلي دبي ويصدر المجموعة. في نفس المجموعة هناك كابتن مدسر مباراة الوحدات الأردن وفولاد إيران. فولاد يريد أن يزاحم النصر ويأمل في تعثر النصر أمام السد. نعم، هو بالنسبة لفولاد حتى لو فاز عمل 8 نقاط، فالثمانية نقاط غير كافية إنه يدخل. نعم، لأنه مواجهات مباشرة بينه وبين النصر في صالح النصر. في صالح النصر. نعم، لكن يأمل في الحصول على إحدى بطاقات المراكز الثلاثة التي ستمكن أصحابه من الصعود إلى المرحلة الثانية. لكن وفقا لترتيب المجموعات صعب جدا، فالمهم في الصدارة حاليا بين النصر والسد، والمركز الثاني من المجموعة نفسه حيكون موقفه ضعيف جدا مقارنة بالرصيد النقطي لباقي المجموعات، إنه يدخل
أفضل التواني، فننتظر ونشوف في نهاية الجولة. نعم، في المجموعة الخامسة بوريس بوليس إيراني يقابل الريان قطر. نعم، بوريس بوليس فريق فارق جدا في المجموعة عن باقي الفرق، يتصدر بعدد نقاط تقريبا 15 أو 12 نعم. نقطة نعم. وبعيد جدا، والمستويات اللي بيقدمها الريان القطر والوحدة الإماراتي ضعيفة جدا مقارنة بالفريق الإيراني، الفريق في أحسن أحواله وبيحقق في نتائج كبيرة. أيضا في المجموعة الثانية بختا كورس باكستاني يقابل القوى الجوية العراق. نعم، ترتيب المجموعة بختا كور الموسم الحالي يقدم في أداء سيء جدا مقارنة بنتائجه في مواسم سابقة. نعم، فالمجموعة دي أفضليتها للفريق الإماراتي. طيب، نطوي ملف دوري أبطال آسيا ونعود إلى محور محلي بالسودان. الهلال أكمل إجراءات سفر بعثته إلى معسكر إعدادي في القاهرة لمدة أسبوعين. كيف ترى هذا المعسكر من واقع الدخول على مباريات الدورة الثانية من الدوري الممتاز؟ والهلال والمريخ خرجا من البطولة الأفريقية ويركزان الآن على بطولة الدوري الممتاز. نعم، كان مهم جدا وجود معسكر إعداد للفريق بسبب التوقف والفترة الزمنية الطويلة جدا، فمحتاج أن الفريق يكون متجمع ويكون فيه حتى لو مباراة أو مباراتين وديات بتكون جاهزيتك أفضل خلال الفترة الجاية. كابتن الله الرشيد، الهلال أضاف إضافات في التسجيلات التكميلية، تأمل أو يأمل الجهاز الفني في عمل انسجامي خلال معسكر القاهرة مع الإضافات الجديدة، وخصوصا أن فريق الهلال بالكامل تجدد يعني منذ التسجيلات الماضية مع لجنة التطبيع، عملت إضافات مميزة، وحاول الفريق في دور أبطال أفريقيا الصعود إلى مرحلة دور الثمانية ولكن لم يوفق، والآن المدرب يريد التركيز في القاهرة مع هذه المجموعة ليدخل بقوة إلى الدورة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. نعم، مثل زي ما قال الزميل مدسر إنه الهلال بيحتاج لمعسكر تدريبي زيادة على الإضافات الجديدة أضاف الفريق. نعم، من اللاعبين، فبالإضافة للتوقف اللي كان فيه الفريق فهو بيحتاج لمعسكر عشان يدخل القسم الثاني من الدوري وهو مستعد. نعم، شقيق أيضا المريخ كابتن مدسر، شقيق الهلال لم تتضح الرؤية حتى الآن، وفي سابقة غريبة المدرب الإنجليزي لي كلارك الممتاز جدا لم يحضر حتى الآن لبداية الإعداد، مما جعل هناك ضبابية كبيرة وخلاف على السطح بين المدرب ورئيس النادي آدم سوداكال. لم تنتهي مشاكل المريخ الإدارية، والآن يدخل الجهاز الفني أيضا مع مجلس الإدارة في خلاف جديد. كنا نتمنى أن يعود المريخ للاستقرار أكثر وأكثر حتى يدخل بطولة الدوري الممتاز وهو في كامل عافيته وجاهزيته، لأن استقرار المريخ من استقرار المنتخب، من استقرار الكرة السودانية. نعم صحيح، أشرنا إلى ذلك سابقا، المشاكل الإدارية في المريخ والرئيس آدم سوداكال، إضافة إلى مشكلة المدرب في وسائل الإعلام في كلام كبير جدا عن أنه اللاعب عمار طيفور غادر إلى أمريكا ورفض العودة ما لم يتم الالتزام بكافة الالتزامات المالية والوعود المالية تجاهه. فالمشاكل الإدارية في المريخ مستمرة بشكل كبير، مع كل حلقة نحن بنشوف مشكلة جديدة إدارية للمريخ. الوضع الإداري في المريخ سيء جدا، وجمهور المريخ في حالة قلق كبيرة جدا على الفريق بسبب الحالة الإدارية في الفريق. نعم، نتمنى أن يتجاوز المريخ هذه المطبات ويعود كما عهدناه فريقا كبيرا ويطمن قاعدته الجماهيرية الكبيرة بالدخول بقوة لبطولة الدوري الممتاز من خلال الدورة الثانية. ننتقل أو نطوي هذا الملف وننتقل إلى محور آخر كابتن مدسر، إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. جرت بالأمس مباريات كبيرة وعديدة، نعلق في بداية هذه المباريات على تحقيق فريق الرجاء البيضاوي المغربي للعلامة الكاملة بفوزه على ناكانا الزامبي، وأعتقد أن هذه
السابقة لم تتحقق فريق في بطولة دوري الأبطال أو الكونفدرالية يحقق في مرحلة المجموعات الإعلام الكامل. أعتقد أنه سابقة ويستحق فريق الرجاء البيضاوي الذي قدم أداء مميز وممتع في هذه البطولة. نعم، وتحدثنا سابقا أن الرجاء فريق بعيد جدا كسكوات كغيمة، بعيد جدا عن باقي الفرق في المجموعة والفرق في الكونفدرالية عموما. الفريق طلع بطريقة غريبة جدا من دور الأبطال. نعم، وحقق 18 نقطة. الفريق مصير، تحس أنه الفريق فيه إصرار كبير جدا داخل الفريق على أنه يحققوا انتصارات في كل مباراة بطولة الكونفدرالية، حتى يبرهنوا للناس أن خروجهم من الأبطال ما كان مستحق. نعم، فقادر جدا الفريق يسحب بعيدا في البطولة، وهو مرشح الأبرز لتحقيق البطولة. إذن كابتن الرشيد، الرجاء البيضاوي اعتلى صدارة هذه المجموعة برصيد 18 نقطة، يليه فريق بيراميدز الذي انتصر عليه الرجاء البيضاوي ذهابا وإيابا 12 نقطة. حقق الرجاء البيضاوي العلامة الكاملة كما ذكر كابتن مدثر في تميز لهذا الفريق العريق والكبير. نعم، هو سجل سجل تاريخي كونه يحقق العلامة الكاملة في المجموعات. زي ما أضاف الكابتن مدثر أنه هو أصلا يعني خرج بطريقة غريبة من دوري الأبطال. نعم، نزل إلى الكونفدرالية. نزل إلى الكونفدرالية، فهو باعتباره أقوى فريق في البطولة. نعم، وحيحقق البطولة بنسبة كبيرة. نعم، بالإضافة لأنه هو فريق عريق، فريق سكواد كامل، مستعد تماما أنه يصل للنهاية. لنهاية البطولة. هو فريق كبير مرشح بقوة لكأس هذه البطولة. لكأس البطولة. نعم. نعم، كابتن مدثر، في مجموعة وفاق سطيف المجموعة الأولى وأهلي بنغازي الفريقان العربيان، للأسف خرج الفريقان من البطولة وتمكن إنيمبا من الفوز على أورلاندو الجنوب أفريقي، وأصبح إنيمبا 9 نقاط وأورلاندو 9 نقاط، وخرج الفريقان العربيان وفاق سطيف وأهلي بنغازي من البطولة. نعم صحيح، كان التنافس إلى آخر جولة، لكن الأفضلية بقت أهلي إنيمبا وأورلاندو وفقا للنتائج السابقة، وفاق سطيف مع مدربه نبيل الكوكي فرط في نقاط سهلة في عرضه صعبت عليهم مهمة الصعود. نعم، وفي المجموعة الثانية كابتن مدثر، كانت المفاجأة الأبرز والكبيرة خروج حامل اللقب فريق نهضة بركان البطل السابق، رغم انتصاره كابتن الرشيد على القطن سبورت الفريق الكاميروني المعروف. ونهضة بركان حامل لقب البطولة السابقة. نعم، فاز، ولكن نقاطه وصل إلى النقطة 8 لم تسعفه بالصعود إلى المرحلة المقبلة في إحدى مفاجآت البطولة. نعم، هي مفاجأة كون البطل يخرج بطريقة زي دي. نعم، في يعني مبكرا. شبيبة القبائل قدم مستوى عالمي في المجموعة. نعم، تصدر ب 12 نقطة، بالإضافة للقطن الكاميروني يليه طوالب 9 نقاط رغم الخسارة من نهضة بركان متصدر البطل السابق للبطولة. نعم، فصعد من هذه المجموعة كما ذكر كابتن الرشيد كابتن مدثر شبيبة القبائل ب 12 نقطة، ونهضة بركان للأسف كما ذكرنا خرج من البطولة. شبيبة القبائل صعد معه والفريق الكاميروني الكبير فريق القطن، وفريق شبيبة القبائل لمعلومية السادة المشاهدين كانوا يقود مدرب منتخبنا الوطني كابتن فولود، وقد قدم لهم تهنئة خاصة بالمستوى المتميز الذي قدموه من خلال هذه البطولة. نعم، قدموا أداء كبير جدا، والصراع على أساسه كان صراع خبرات في البطولة. خبرة الفريق الكاميروني ساعدته كثير في التأهل للمرحلة الجاية، بالإضافة إلى قوة شبيبة القبائل الجزائري. بالنسبة لنهضة بركان نقدر نقول أنها استراحة محارب بعد التنافس الكبير. يعني نهضة بركان في الكونفدرالية السنين الفاتت بقى زي إشبيلية في اليوروبا ليج، تواجد باستمرار في النهائيات إما بطل أو وصيف.
فكان مؤثر جدا، يقدر يرجع في القادم إن شاء الله. نعم، نتنقل بين المجموعات. كابتن مدثر في المجموعة الثالثة أيضا كانت هناك مفاجأة كبيرة بخروج الفريق العريق أيضا النجم الساحل التونسي من هذه المجموعة التي تصدر فريق أجراف السنغالي بصحبة فريق الصفاقس التونسي، صعدوا مع بعض للمرحلة. نعم، كان متوقع جدا وفقا للأداء القاعد يقدم النادي السنغالي نادي جراف، خاصة في مباريات أرض الفريق صعب جدا، وصعد برفقة الصفاقس. ودائما مباراة المجموعات اللي بيكون فيها فريقين من بلد واحد، شاهدنا حتى الأمر يحصل مع الهلال والمريخ، دائما يصعد واحد منهم يطلع الثاني أو يطلعوا الاثنين مع بعض بسبب التنافس الكبير اللي بيكون داخل المجموعة بين الفريقين من بلد واحد. شاهدنا حصل نفس الأمر قبل كده مع الهلال والمريخ. نعم، في منافسات سابقة التنافس يكون محتدم جدا. نعم، وكان الضحية في هذه المجموعة فريق النجم الساحل التونسي. نعم. إذا معكم عطوي ملف بطولة الكونفدرالية، وننتقل إلى محورنا العالمي. هناك مباريات كبيرة جرت في نصف نهاية دوري أبطال أوروبا، عندنا تقرير أيضا مع مخرجنا ومع غرفة الكنترول، نتابع تقرير عن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ثم نعود ونواصل، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا للزميل أحمد سالم الذي تابعناه في التقرير الماضي. كابتن مدثر، مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على غير المتوقع، توقع الجميع أن يشكل مان سيتي عقبة، ولكن لم يتوقع أحد أن ينتصر مانشستر سيتي خارج القواعد ويضع باريس سان جيرمان في هذا المطب الكبير في مباراة العودة. نعم صحيح، مانشستر سيتي حقق الأهم بالفوز 2-1، وحقق نسبة كبيرة جدا من التأهل، لكن الخيارات مفتوحة. النتيجة 2-1 ما نعم. نتيجة كبيرة، قادر جدا نعم. باريس يفوز في مانشستر ويدخل، فكان بالإمكان، كان بإمكان باريس خاصة بعد الطرد وتسجيل الهدف الثالث إنه يزيد الفارق لعدد كبير ويحسم تأهله من باريس، لكن بقت الإثارة للمباراة الجاية. والمباراة كان مباراة قرار مدربين. نعم. الأسلوب اللي اتبعه باريس في الشوط الأول، الضغط العالي، ضغط مكثف عالي من المدافعين بصورة خاصة رودي، محور مانشستر سيتي كان محروم تماما من اللعب بأريحية، وهو بيبدأ ينظم اللعب للفريق مانشستر سيتي. نعم. ففي الشوط الثاني فجأة قرر مدرب باريس انه يرجع البلوك حقه حق الوسط لورا قريب من الدفاع، على اساس انه متقدم بهذا. نعم. وتغيرت موازين المباراة بشكل كبير. لعبة مانشستر سيتي هم اللعيبة الافضل في اوروبا وفي العالم اللي يقدر يلعبوا بين الخطوط، مجرد ما تفكر انك تدافع دفاع منطقه وما تضغط ضغط عالي تصعب الامور على نفسك. شاهدنا في لحظات قليله جدا حولوا نتيجه المباراه لصالحهم واختربوا بشكل كبير من التأهل. نعم، شاهدنا كابتن الرشيد اسلوب غوارديولا، دائما كما هو معروف يعتمد على الاستحواذ، لذلك بدا باريس سان جيرمان داخل ارضه مدافعا ويعتمد على الهجمات المرتدة، وشاهدنا فعلا باريس سان جيرمان نشطا في شوط المباراة الأول، ولكن تغيرت الكثير من المعطيات في شوط المباراة الثانية. كان أبرز عامل الطرد في ربع الساعة الأخيرة لنجم خط وسط باريس سان جيرمان، شاهدنا باريس سان جيرمان يعاني في أطرافه الدفاعية، فتمكن مانشستر سيتي وبيب غوارديولا من التفوق في شوط المباراة الثاني. نعم، هو فلسفة بيب غوارديولا دائما بتعتمد على أنه بيلعب على نقاط ضعف الفريق. نعم. باريس بدأ المباراة ضاغط وبدأ لاعب مباراة كبيرة جدا. نعم. بس مانشستر سيتي عارف نقاط ضعف باريس. نعم. قدر أنه باريس يسجل هدف من ركن الركنية. نعم. سجله ماركينيوس. قدر أنه مانشستر سيتي يقدر عادل في المباراة عن طريق نجمه دي بروين، كان أفضل لاعب في المباراة. نعم. بعدها حصل الطرد، ومنها قدر أنه مانشستر سيتي يمسك المباراة كلها، استحواذ على ضغط على أي حاجة. منها سجل رياض محرز هدف عالمي برضو في الركلة. نعم. ثابتة.
نعم، نبدأ مما توقف فيه كابتن الرشيد. كابتن مدثر، تألق هذا النجم الجزائري الكبير وأصهر شخصيته، وكان علامة بارزة، أحرز هدف المباراة الثاني كما ذكر كابتن الرشيد اللي كفل به لفريقه 3 نقاط. ولكن عندما وضعت هذه الضربة الثابتة ونفذها رياض محرز، فريق كبير زي باريس سان جيرمان تدخل الكرة في الحائط بهذه الطريقة الغريبة، كان شيء غريب جدا فعلا. نعم، هو بالمناسبة التوقع الأولي بمجرد ما استفذ الحيطة إنه المنفس حيكون كيفن دي بروين، لأنه هو المختص يلعب الكرات الثابتة البعيدة في مانشستر يونايتد، في مانشستر سيتي، ويتنفذت يعني التفاصيل. دائما المباريات زي دي مباريات تفاصيل وغرارات. نعم، مجرد ما غررت تدافع أنت ممكن تجي كورة صعبة جدا وما تجي جون للفريق، وتدخل كورة أنت تحيرك إنه كيف دخلت، لأنه غراراتك كان غلط من البداية. مسألة الدفاع اللي وراء، التردد الكبير الصاحب لاعبين لاعبين باريس سان جيرمان في القرارات الدفاعية في التمريرات، دائما بسبب الضغط العالي غلطوا كثير جدا. ورياض محرز لاعب كبير جدا، شاهدنا يسجل هدف من ضربة ثابتة بطريقة، حتى قبل ما يسدد كان بيتكلم مع دي بروين، كان يقول له اترك لي التسديد، ونجح في تسجيل الهدف، قطع شوط كبير جدا في التأهل. نعم، مخرجنا أحمد نجمة بيفيدنا إنه متابعة المباريات إنه النصر يتقدم على السد بهدف حمد الله، وغرناطة يتقدم على برشلونة تقريبا بهدفين مقابل هدف، هدفين دقيقة 81. غرناطة في مفاجأة كبيرة، يبدو أن المفاجآت ستتواصل في المحور العالمي. سنناقش هذا المحور، محور مباراة برشلونة وغرناطة. غرناطة في مفاجأة حتى الدقيقة 80 يتقدم على برشلونة. نعود لنفس المباراة، مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. على غير العادة كابتن الرشيد، مبابي كان بعيدا عن مستواه في هذه المباراة. نعم، غوارديولا قدر أنه يحد من خطورة مبابي. نعم، عرف تماما كيف أنه يوقف خطورة مبابي ونيمار مع بعض. نعم، فصلهم من بعض تماما. غير أنه باريس بيعتمد على المساحات، فغوارديولا بيعرف تماما كيف يغلق المساحات. نعم، لذلك ما شاهدنا مبابي في المباراة، رغم أنهم لاعبين في أرضهم، يعني لاعبين في حديقة الأمراء. نعم، بس غوارديولا طبعا مدرب فيلسوف زي ما بقول. نعم، كابتن مدثر، أنخيل دي ماريا شكل صداعا دائما في الخط الأمامي لباريس سان جيرمان. نيمار على غير العادة كان بارزا، ولكن لم يكن أيضا في مستوى المعهود، ربما كما ذكر كابتن الرشيد إغلاق المساحات. عرف غوارديولا كيف يلعب على نقاط ضعف باريس سان جيرمان، لكن عموما أطراف باريس سان جيرمان لم تكن بذات الفعالية، وهي نقطة الضعف التي أشار لها الكثير من الفنيين قبل بداية. نعم، ضغط على الأظهرة، ظاهر جدا أنه أقل خانتين في الفريق الظهير اليمين والظهير اليسار، ضغط عليهم بقوة كبيرة جدا عن طريق محرز وبرناندو سيلفا وفيل فودن في الناحية اليسرى، على أساس أنه ما يلعبوا بأريحية ويتسببوا في أنه يفقدوا الكرة في مناطق مبكرة جدا. ده الشيء الأساسي اللي خلى الجانب الهجومي في باريس معزول، دي ماريا ونيمار وإمبابي قدر يعزلهم تماما، ودي ده أسلوب غوارديولا المحود. نحن نتذكر في بداية 2009-2010 في عيستا ورونالدو في ريال مدريد، كان بيعمل الحاجة دي بأنه عن طريق خط الوسط والضغط العالي يعزل رونالدو تماما ويكون بعيد من المباراة، فقدر يدير المباراة بشكل كبير جدا. لكن حظوظ باريس باقي في الإياب، أنا مصير جدا أنه باريس قادر يدخل في الإياب بسبب حاجة واحدة، الفرديات. نعم، الفرديات في باريس، نيمار وإمبابي ودي ماريا أعلى بشكل كبير. طيب، نأخذ منكم من كابتن الرشيد ترشيحاتكم لمباراة الإياب. أنت تقول باريس قادر على قلب المعطيات. أنا أقول أنه مانشستر سيتي عبر بشكل كبير، لكن حظوظ باريس باقي بسبب الإمكانات الفردية، فلو حصلت مفاجأة ويدخل باريس
بيكون السبب الأساسي فيها القيمة الفردية لنيمار ومبابي ودي ماريا. نعم، لكن كابتن رشيد أعتقد أن جوارديولا لن يفرط في 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 هذه غير كده ده رافض النقطة بتاعته كنقطة سلبية. يعني نحن شاهدنا باريس في المباراة بتاعت الذهاب، نعم، الفرديات هي الضيعته. يعني هو فريق نحن بنشاهده أنه فريق استعراضي بس، يعني ما بيقدر ينهي الهجمة. نعم، فدي حاجة نقطة سلبية ضده، يعني ما معاه. نعم، ففي الإياب ما هيقدر يعمل حاجة لو اعتمد نفس الفلسفة في المباراة السابقة. شاهدنا بيب جوارديولا، يعني كثير من المتابعين والمحللين لعب برأس الحرب الوهم، ولم يكن هناك رأس حرب صريح. طبعا مهاجم، هو مهاجم صريح. نعم، هو جوارديولا فاهم جدا أنه أغويرو بعيد جدا عن نسق المباريات، بالإضافة إلى أنه جابريال خيسوس من لاعب الغيمته كبيرة جدا لدرجة أنه يكون أساسي في مباراة مهمة. ففكرة الأساسية كان أنه يكون برناندو سيلفا موجود وفي الفرد موجود على أساس أنه زي ما قلنا يضغطوا على الأصهرة اللي هم النقطة الأضعف في التمرير في باريس، فيكون الضغط عالي ويفقد الكرة في مراحل مبكرة ما يقدر يبنوا لعب. ونجح تماما في فلسفته وصل للنتيجة المستحقة. إذن هذه كانت نتيجة المباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي بانتصار خارج ملعب وضع قدم في نهاية أبطال أوروبا. ننتقل سريعا إلى المباراة الأخرى التي كانت أيضا مباراة مثيرة وجميلة جدا، مباريات ريال مدريد وشيلسي. انتهت في شوط الأول بالتعادل بهدف لكل، وكان هذا الشوط الأول هو عنوان نهاية المباراة بالتعادل. وأيضا خطأ فريق شيلسي خطوة أيضا جميلة باعتباره نتيجة إيجابية جدا، ولكن من يأمر ريال مدريد كابتن مدسي؟ نعم، في دور الأبطال شخصية ريال مدريد فارقة جدا، ولو اتطرقنا للتسعين دقيقة نفسها الأولى شيلسي كان الأفضل بكل المقاييس. ريال مدريد رجع بالفرديات، تتكلم عن مستوى كورتوا في حراسة المرمى، تتكلم عن في وسط الميدان كاسميرو، في الهجوم بنزيما، حاجات بسيطة جدا عادت ريال مدريد للمباراة رغم أن شيلسي كان الأفضل في كل الخطوط. والفريق بالنسبة لريال مدريد الفرص مفتوحة في مباراة الإياب، قادر جدا أنه يدخل، لكن حظوظ شيلسي أقوى في التأخر. نعم، شاهدنا كابتن الرشيد شيلسي تقريبا كما ذكر الكثير من المتابعين أنه أفضل فريق الآن يخرج بالكرة من مناطقه بطريقة سلسة وجميلة في الكاونتر أتاك والهجمات المرتدة. هو الآن فريق شيلسي فريق خطير يدهشك في الخروج بالكرة من مناطقه. نعم، هو مدرب تشيلسي توخيل قدر أنه يعمل سكواد كويس جدا. في المباراة بتاعت ريال مدريد هو كان أفضل. نعم، ريال مدريد كان بعيد جدا عن جو المباراة في أول 30 دقيقة. نعم، فيرنر ضيع هجمتين. نعم، محققات، يعني كان ممكن شيلسي يحسم التأهل من المباراة دي. لكن زي ما قال الكابتن مدسر ريال مدريد معروف في البطولة، ريال مدريد بمن حضر يعني. نعم، إذن توقعاتكم لمباراة مباراة الإياب في إنجلترا في ملعب شيلسي؟ نعم، شيلسي مفضل وفقا لنتيجة الإياب وفقا للظروف اللي يمر فيها الفريقين. أنت تتكلم عن ريال مدريد مثلا، كارفاخال رجع وبعد مباراة ونص تعرض لإصابة انتهى موسمه رسميا خارج موسم الريال، يعني انتهى موسمه وما حيقدر يلعب أي مباراة. فالريال في حال حقة عدم استقرار وضغط مباريات وإصابات، فشيلسي مرشح للعبور للمرحلة الجاية. طيب سريعا كابتن مدسر وكابتن الرشيد، أيضا مباراة نصف النهائي اليوم مانشستر يونايتد يقابل روما. نعم، مانشستر يونايتد مرشح ومفضل للعبور للمرحلة الجاية، روما غير مستقر في الفترة الحالية، ومانشستر حقق نتائج جيدة جدا في البطولة من بداية البطولة ما يتعرض لأي هزيمة، وهو مرشح الأكثر حظوظا للفوز بالبطولة هذا العام. كابتن الرشيد أيضا نستعرض معك بعض النقاط في مباراة الأخرى، مباراة نصف النهائي الأخرى، مباراة فياريال وأرسنال. نعم، هو فياريال الأقرب للتأهل لأنه فياريال فريق مكتمل، فريق جاهز، فريق متمرس في البطولة. أرسنال شوية بعيد من الفورمة بتاعته. نعم، أرسنال بيعاني أوباميانج من ضعفه في التهديف. نعم، فأنا بتوقع أنه فياريال هيحقق نتيجة كويسة.
هل تتوقع مانشستر يونايتد وأرسنال الفرق الإنجليزية هذه فقدت فرصة المنافسة على لقب بطولة الدوري؟ هل نعم تتوقع أحد الفريقين يعوض جمهوره بهذه البطولة؟ نعم أنا بتوقع مانشستر يونايتد لأنه هو أفضل فريق حاليا في البطولة، لم يخسر حتى الآن في البطولة دي، كل خسائره كانت في دوري الأبطال، نعم غير أنه فريق ماشي في تحسن من ناحية أداء، سكواد متكامل. أرسنال نعم ممكن أرسنال يمشي في البطولة دي لحد يصل النهاية. نهاية البطولة. نعم نعم كابتن مدسر، توقعاتك لنهاية البطولة في الدوري الأوروبي؟ نعم مانشستر يونايتد وفياريال، والبطل مانشستر يونايتد. نعم بهذا المحور العالمي نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كورتنا. كابتن مدثر فتح الرحمن، أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة في هذه الحلقة. شكرا جزيلا أخ عادل. كما أشكر كابتن الرشيد حاتم، شكرا جزيلا أيضا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا أخ عادل. كما الشكر لكم ولفريق العمل، المشاهدون الكرام، الصوت محمد حسب، التصوير ناصر لانكيل، مونتاج عز الدين سعداب، الجرافيك محمد عصام، هندسة البس أحمد الرئيس، التنسيق تجاني محمود، الإخراج أحمد نجمة وهشام يوسف. نعود ونلتقي في مواعيد قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.